كابتن اسامه موسم استثنائي مر فيه النادي الاهلي باصابات كتير جدا قدر يتخطاها، ولكن لما تخسر بطوله في وسط خمس ست بطولات زعلانين، كلنا زعلانين لان دي البطوله المفضله لجمهور النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي وللنادي الاهلي. بالعكس دي مفضله لدرع الدوري نفسه، يعني درع الدوري بيزعل لما يروح اي نادي تاني بعيد عن النادي الاهلي. ساعات التعثر او خساره بطوله بتكون دي البدايه لفتره جديده لبطولات اكتر. مظبوط. نقف عند كلام الكابتن، حصل قبل كده. نقف عند كلام الكابتن محمود، خلي بالك سفره مع الفرقه للجونه، نزوله الملعب المباراه بعد المباراه ما انتهت واجتماعه باللعيبه بارض الملعب، دي رساله مهمه جدا. كلماته النهارده وهو بيقول للعيبه ارفع راسك، انت اهلاوي، انت صحيح. راجل حققت بطوله افريقيا مرتين في الموسم ده، كاس مصر، سوبر افريقي، عندك تحديات كبيره وعندك جمهور كبير خلال الفتره اللي جايه لازم تسعده. صحيح. النهارده دعم نفسي مهم جدا. مظبوط. بعد خساره الدوري لسه زي ما حضرتك بتقول يا كابتن ايمن الموسم ما انتهاش، لسه عندك تحديات اخرى، تحديات عندك كاس مصر، عندك سوبر افريقي، عندك سوبر مصري. لكن النهارده برضو في تحديات اخرى، اتحاد الكوره الجدول اللي حطه قبل كده في الدوري وعدى مرور الكرام، مش هتقدر تسمح بجدول في كاس مصر يحطه على المزاج، لا هتوقف هنا. بعد خلي بالك من النقطه دي مهمه جدا واحنا بنتكلم فيها، بعد عوده لاعبي المنتخب من مباراه الجابون المباراه يوم 4، اللعيبه ترجع يوم 5، هتبتدي كاس مصر يوم 5 المره والرجوع 6 ترجع 6 هترجع امتى كاس مصر؟ كاس مصر ولا نعرف. عايز يضغطك بقى من 9 ازاي لقبل السفر. ما النهارده دي بقى دي التحدي الجديد اللي احنا هنشوف، اللي انت سمحت بيه في الدوري علشان توصل باللعيبه الاجهاد كبير وارهاق كبير، مش هتسمح بيه في كاس مصر طبعا. خلاص. دي بطوله كمان، خلاص بتتكلم عن بطوله جديده. النادي الاهلي طبعا بيلعب عليها طبعا. طيب. هو ده التحدي الجديد بقى اللي انا بتكلم فيه، يبقى ما تضغطش مره تانية. ما هو ده اللي ممكن يبقى فيه في التفكير او في الدماغ او في الذهن ان انا اشتغل على الحته دي تاني. النادي الاهلي مش هيسمح بالكلام ده. كويس. عشان دي بطوله مهمه، كاس مصر هتطلع منها على سوبر افريقيا على سوبر مصر. وانت واخد 11 واحد لمنتخب مصر طبعا، انت واخد عدد كبير، فانت عندك ثلاث بطولات هيتكلم في اسبوعين او ثلاثة اسابيع.